في الرياضه في النادي الاهلي فعلا بيتعبوا ويتعبوا 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 في التدريب. ليه؟ لاسعاد جماهير النادي الاهلي، لان تاريخ البطولات في النادي الاهلي ودولاب البطولات مفتوح، لسه كتير لسه كتير بطولات كتير هتتضاف في تاريخ النادي الاهلي ده اللي اتعمل من 112 سنه، لسه هيكمل الدولاب التاريخ مفتوح علشان النادي الاهلي ولاعيبته يزودوا بطولاته. بس الكلام ده لما اتبنى اتبنى على اساس، زي الرياضه ما اتبنت على اساس. الاساس في الرياضه عندنا في الحياه اللي احنا اتعلمناها وشفناها ان في بنعلم ولادنا الرياضه عشان يبعدوا عن حاجات كتيره جدا في الحياه، عشان يتواجدوا جوه الرياضه، عشان الصحه، عشان النفسيه، عشان لما يجي يتعلم حتى التعليم العادي بتاعه يقدر يستوعب اكتر. الدوره الدمويه بتنشط، علشان كده الناس بتعلم ولادها رياضه. لكن لما نخش بشكل احترافي فبنعلم ولادنا المنافسه في الرياضه، بتفرق كتير. الحالات دي بتفرق كتير، تفرق كتير. احنا نعلم ولادنا رياضه، فبتقول للناس كلهم علموا ولادكم رياضه. ليه؟ عشان نطلع اصحاء في كل حاجه. الصحه للبني ادم او الصحه للولد الصغير حاجه مهمه جدا. لعيبه كتيره وهي صغيره كان عندها امراض معينه، لكن لما مارست رياضه الموضوع اختلف ومشي كل ده من عندها، وبداوا في ابطال كبار في العالم واصبحوا نجوم بيرفعوا اسم بلدهم في كل المحافل الدوليه. لكن الرياضه، في رياضه تنافسيه وفي رياضه للرياضه. نعلم ولادنا رياضه، ده هدف من اهداف الدوله كمان، ان كل الولاد يتعلموا رياضه عشان يبقى عندنا شعب صحي، عنده صحه، عنده يعني نفس للمثابره في الحياه، للعمل، للشغل. لكن خلينا نخش في الرياضه التنافسيه، الوضع بيختلف. الرياضي في الرياضه التنافسيه والرياضه الاحترافيه الوضع بيختلف. ليه؟ لان هو هنا بيخش على منافسه، بيخش مع منافسه مع اشقاء، مع اخوات جوه الملعب متنافسين، لكن بره الملعب لازم نسلم على بعض. في كل البلاد في العالم لو اتفرجت على اي نوع من انواع الرياضه، في احترام في الرياضه، في اخلاق في الرياضه، في حاجات مهمه جدا بتحصل بعد المباراه في الرياضه، الا وهي تلاقي اتنين مديرين فنيين دول بيسلموا على بعض، وتلاقي اللاعبين بيسلموا على بعض. التنافس انتهى عند زي بيقولوا عند صفاره الحكم، حكم صفر، خلص المنافسه، هنرجع اصحاب واخوات. اتمنى اشوف ده في الرياضه في مصر بصفه عامه، هنخلي ناس تحكم على التنافس في مصر. هل هو تنافس داخل الملاعب والصالات فقط، ولا التنافس بقى اصبح خارج الصالات وخارج الملاعب؟ الناس لازم تحكم على الكلام ده ولازم تشوف. لكن تاني بقول، النادي الاهلي لما علم ولاده علمه بالاسلوب ده، ان التنافس داخل الملاعب، داخل الصالات، وليس خارج الصالات او خارج الملاعب. نتمنى ان كل الناس تشوف اللي بيحصل، يعني ان في تنافس رياضي داخل الملاعب. نعلم ولادنا ده، نقول لولادنا ده في البيوت، لكل ولي امر يقول له التنافس داخل الملعب فقط. لكن في الاخر احنا كلنا مصريين، احنا كلنا بلد واحده، نسلم على بعض ونقول هارد لك، جود لك، كسبت ماتش. انا عارف ان جمهور النادي الاهلي ما عندوش غير احنا كسبنا، لكن في الاخر جوه الرياضه في عوامل مؤثره للهزيمه وعوامل مؤثره في الخساره، لكن النادي الاهلي لا يعرف غير رقم واحد. نتمنى تكون المعلومه وصلت، نتمنى نكون الناس تتارجت ولادها بالشكل ده، لان لما هنزرع الاساس في البيت والنادي لاولادنا هيبقى عندنا تنافس شريف.